الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند البيت 47 من هذه المنظومة المباركة عند قول الناظم رحمة الله عليه: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وانتهينا من هذا البيت، ثم قال رحمة الله عليه: وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وكأننا تكلمنا في هذا البيت في اللقاء السابق اللي هو ايه، محذورا ومحظورا وعسى وعصى. الشيخ يقول احنا عندنا الحروف المطبقة وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، دول المطبقة ضد الإطباق لانفتاح. طيب احنا عندنا الذال مطبقة ولا منفتحة؟ منفتحة. طيب والسين منفتحة. يقول الشيخ: خلص انفتاح محذورا عسى، أي محذورا وعسى، خوف اشتباهه بالمطبق الآتي اللي هو ايه، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. أصلي ما الفرق بين الذال والظاء؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الصفات، الصفات فقط، الصفات فقط. فهي عسى عصى، محذورا محظورا، لان دي احرف ايه، احرف متجانسة، احرف متجانسة. اس أز أص، الثلاثة مع بعض من مخرج واحد. أذ أظ أث، الثلاثة من إيه، من مخرج واحد. في كلام جميل للإمام مكي، سبق وأن قرأت عليكم هذا الكلام تقريبا في شرح التحفة، بس يعجبني كلام هذا الرجل. يقول: ولا يخرج حرف من مخرج غير مخرجه، غير مخرجه، إلا بتغير لفظه، إلا بتغير الإيه، اللفظ. ولا يتعدى كل حرف عند النطق به عن مخرجه ورتبته التي أنزلها الله فيها. وجعل جل ذكره منها القوي، يتحدث عن الأحرف، منها القوي في مخرجه والضعيف. أذ أظ أس أص، أنتم منتبهين معي؟ طيب، منها القوي والضعيف، كما جعل في مخلوقاته، كما جعل في مخلوقاته، وجعل منها المشبه لغيره من الحروف والبعيد الشبه، والبعيد الشبه من غيره، كما فعل في مخلوقاته. يجي يقول لك فلان شبه إيه؟ شبه فلان. فهي: وما يعرض فيها من الحركات والسكون كالأجسام، وما يعرض فيها من الأعراض، لا تنفرد الحركة بنفسها كما لا ينفرد العرض بنفسه، هذا تمثيل لها. وفي ذلك كله حكمة منه وقدرة ولطف وتدبير، لا إله إلا هو العلي الكبير. ثم قال في موضع آخر: فلولا اختلاف صفات الحروف ومخارجها وأحكامها وطباعها التي خلقها الله جل ذكره عليها، ما فهم الخطاب، ما فهم الكلام، ما فهم الكلام، ولا علم معنى الخطاب، ولا كانت الأصوات ممتدة لا تفهم من مخرج واحد وعلى صفة واحدة كأصوات البهائم. ما البهائم لها إيه؟ لها أصوات، مش لها أصوات؟ ما هم إيه قالوا ليه؟ الهواء الذي يخرج، فاكرين الكلام ده؟ الهواء الذي يخرج إن كان مسموعا فهو إيه؟ صوت.
إن اعتمد على مخرج محقق أو مقدر فهو حرف. ما هي أصوات، أصوات، ولكن إذا اعتمدت على مخرج فهي إيه؟ فهي حرف. يقول الشيخ الأزهري في الكلام ده: وخلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. لما أقول إيه؟ إن عذاب ربك كان محذورا، محذورا، وما كان عطاء ربك محظورا، ضاء محظورا. ودي تعتبر في المرتبة الكام من مراتب التفخيم؟ في المرتبة الثالثة. مش احنا عندنا المرتبة الأولى المفتوح وبعده ألف، المرتبة الثانية المفتوح فقط، المرتبة الثالثة الايه؟ المضموم. محظورا، محذورا. ايه الفرق بين الاثنين؟ أذ إدها استعلاء وإيه؟ وإطباق بقت إيه؟ أظ. خلاص؟ طيب التانية إيه؟ عسى منفتحة، عسى ربكم، عصى آدم، عسى عصى، عسى بيتغير الشكل بس، عسى عصى، منتبهين معي؟ وإيه حس الإيه؟ حس الصوت به. يقول الشيخ الأزهري: أمر بتخليص الذال المعجمة من قوله تعالى: إن عذاب ربك كان محذورا، لئلا يشتبه، لئلا تشبه ذال محذورا بضاء محظورا، من قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، لأن الذال والضاء من مخرج واحد. وكذلك أمر بتخليص سين عسى من قوله عسى، عسى الله، من صاد عصى من قوله وعصى آدم، لأن السين والصاد أيضا من مخرج واحد، ولا يتميز كل من الآخر إلا بتمييز صفته، لأن السين والذال منفتحتان والصاد والضاء مطبقان. وكذا تصنع في كل حرف، في كل حرفين اتحدا مخرجا واختلفا صفة. هي دي اللي ايه؟ ما هما ايه؟ المتجانسان، هما الحرفان اللذان اتفقا او اتحدا في المخرج واختلفا في الايه؟ في الصفات. يبقى ايه اللي يميزهم عن بعض؟ المتحد في الصفات لا يتميز عن الاخر الا بالايه؟ بالمخرج. طيب والمتحد في المخرج لا يتميز عن الآخر إلا بالإيه؟ كما قال الإمام، كما قال الإمام مكي رحمة الله عليه. ثم قال رحمة الله عليه: وراعي، وراعي شدة بكاف وبتاء. مفروض وراعي شدة لأنه بيتكلم على الشدة. كشرككم وتتوفى فتنة. احنا عندنا فيه الاحرف الايه الشديده، شديدها لفظ اجد قط بكت، شديدها دي احرف الشده، وبين رخو والشديد لن عمر، وبعد كده يبقى الايه الباقي يروح لمين؟ شيل لن عمر وشيل ايه اجد قط بكت، يبقى الباقي يروح لمين؟ لصفه الايه الرخاوه. يقول الشيخ: راعي الشدة، الإمام ابن الجزري، راعي الشدة الموجودة في الإيه؟ في الكاف والتاء. إحنا عندنا الإيه؟ الكاف والتاء حرف شديد مهموس، مش كده ولا إيه؟ وبعدين برضو بيسموه إيه؟ انفجاري مهموس. انما احنا عندنا احرف انفجاريه اللي هي الايه؟ اللي هي قطب جد، ما برضو احرف ايه؟ احرف انفجاريه. احنا معانا الكاف والتاء حرف بيسموه انفجاري مهموس، الثانيه بيسموه انفجاري مجهور، مجهور. يقول الشيخ: راعي الشده. ايه الشده؟ ما احنا خدنا الشده سابقا في صفات الايه؟ في صفات الحروف. حرف شدود اللي هو التزام ايه؟ مكانه، يلزم مكانه. يقول الشيخ: أمر بمراعاة الشدة
التي في الكاف والتاء، وهي أن تمنع النفس أن يجري معها معهما مع ثباتهما في موضعهما قويتين. الشيخ عبر هنا من المفترض يقول إيه؟ أن تمنع الصوت، هيجي يعدلها الشيخ الأنصاري. وبعدين برضو في تناقض، لأن هو هناك بيقول إيه في صفات الشدة، ومعنى الشديدة أنه حرف اشتد لزومه لموضعه حتى منع الصوت أن يجري فيه. هنا قال إيه؟ النفس. هنا قال الإيه؟ النفس. يعني في فرق بين جريان الصوت وبين جريان الإيه؟ وبين جريان الإيه؟ النفس. فيقول أن تمنع النفس أن يجري معهما مع ثباتهما في موضعهما قويتين. فمثل للكاف بشرككم، كيكم راعي الشدة، كيكم ما ده حرف إيه؟ انفجاري، أك مهموس مش كده ولا إيه؟ جيري معاه النفس. إنما التاني إيه؟ أق، لا ما جيريش النفس مش كده ولا إيه؟ اللي هو انفجاري مجهور، إنما ده انفجاري مهموس. طيب كشرككم، وأي كاف، أي كاف فيها الإيه؟ فيها صفة الإيه؟ الشدة. أي كاف، سواء يعني أقصد أي كاف بأي حركة من الحركات، بأي حركة فيها صفة الإيه؟ فيها صفة الشدة. الكاف والتاء. قال وتتوفى كشرككم، اللي هي يقول الشيخ من قوله يكفرون بشرككم، يعني موضع الشاهد، يعني الآية الإيه الشاهد. وعلى هذا فقس قيس بقى أي إيه؟ أي كاف. ومثل للتاء بقوله تتوفاهم، تاتا تتوفاهم تتوفاهم. ودي بقى برضه هيبقى إيه؟ قضية الإيه؟ النبر والدفع، الإيه؟ إن هو المنبور في الحرفين. برضه دي مسألة ما لا نعول عليها كثيرا، ما دام الإنسان ينطق الحرف نطقا إيه؟ نطقا صحيحا، ولا نتكلف، لا نتكلف لنطق الأحرف، لأن التكلف هيبقى ظاهر. لاحظوا كده الإنسان اللي في قراءاته بيتكلف بتبقى قراءته واضحة حتى غير مقبولة، اللي هي اللي الشيخ قال إيه؟ باللطف في النطق بلا تعسف، لا نتعسف. وبعدين يعني أنا لسه بقول في المحاضرة في مسجد النور، بقول يعني ما الذي يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، اقرأوا فكل حسن، يعني ايه اللي يؤخذ؟ ايه اللي لما يجي ايه جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، وفينا الأعجمي والأعرابي، ومعنى كده كناية عن الايه؟ عن اللكنة واللهجة. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، وفي رواية يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. بالله عليكم انتوا لما بتسمعوا التكلف في القراءة دي، هل انت بتحس بطعم السماع للقرآن الكريم؟ ده كل هم هذا القارئ مش يوصل لك كلام المولى تبارك وتعالى بإحساسه، إنما عايز يوصلك بنحت الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الضغط والتعصب والشغلانة دي. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولذلك تصلي ورا الذي على سجيته في القراءة كده ويكون لقن تلقينا صحيحا، تحس ان هو سايب نفسه في القراءة، وتحس ان انت متمتع بالايه؟ متمتع بالقراءة، لسانه منطلق، انما التاني خايف ومرعوب عمال يدي الحرف ده. وكل ما يقرأ في ابواب التجويد وابواب علم التصويت الاصوات يبقى مرعوب المسكين، وعايز يوصل للناس، والله اعلم بنوايا العباد. ما هو البعض ايه؟ عايز يعني يكتسب من هذا
إني أنا الذي أنطق القرآن نطقا صحيحا وغيري لا يفعل هذا. لا، سيدنا الرسول إيش اللي لما أقول إيه؟ خذوا الخلاصة من الحديث، اقرأوا فكل حسن، معناه إيه؟ يشير إلى إيه هذا الحديث؟ مش إلى التيسير، مش إلى التيسير، خلاص اقرأوا فكل إيه؟ كل حسن، المهم يصل القرآن إلى قلبك، يصل المعنى. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب المجيد: أفلا يجودون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية كده ولا إيه؟ أفلا يجودون القرآن؟ ما أنا بقول ردوا علي، أفلا إيه؟ يتدبرون القرآن؟ أفلا يجودون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ لا، أفلا يتدبرون القرآن؟ إحنا مأمورين بالتدبر، بس هو برضو زي ما أنا قلت لكم سابقا، حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يقيد لهذا العلم من أئمة اللغة ومن أئمة القرآن، أئمة القراءات، من يحافظ على اللفظ، يفضل اللفظ جاي كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقعدوا كده، لا بتوع اللغة، لا الحرف ده اعمل كذا، لأن أساسا المخارج والصفات دي لعبة أهل اللغة، مش صنعة أهل التجويد ولا أهل القراءات. دي إيه؟ الإمام الشاطبي في الآخر بقى إن شاء الله لما نوصل بالسلامة اللي بيقول لك إيه: ولا بد في تعيينهن وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة، ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء، ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني عاملين وإيه وقولا. بدأ يجيب مين؟ قطرب والجرمي وأئمة الإيه، يستشهد بكلام أئمة اللغة، ما جابش حد من أئمة الإيه، من أئمة القراءات، لأني عالم القراءات يأخذ صنعة اللغة من إمام النحو، من إمام اللغة، ويجي يطبق هو. ما هو التجويد ليه؟ هل التجويد النظري ولا التجويد العملي؟ ما هو برضو المبالغة في كل شيء، يجود القرآن، ما هو إذا وصل إلى حد يعني حد الإتيان بالنطق الصحيح للقرآن الكريم، ما يعني إحنا المسألة يا إما إفراط يا إما تفريط، يعني ما فيش حاجة بين الإفراط والتفريط، يا إما تشد أوي لما تبقى خلاص خنقت اللي وراك، يا إما تبحبحها خالص. زي اللي صليت ورا واحد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فأحد إخواننا بعد ما صلينا بيقرأ كده بيقول له: الشيخ سيد صلاتنا حكمها إيه؟ قلت له: يا سيدي احملها على وجه أنه إيه؟ وقف بنية الإيه؟ احملها على وجه إيه؟ أنه وقف بنية الإيه؟ بنية الوصل. إنما أولا وآخرا يعني من لم يجود القرآن آثم، ليست الدراسة النظرية ولكن اللي هو الإيه؟ النطق الصحيح للقرآن الكريم. والمسائل يعني هتجيب لي واحد يعني اللي يغير اللي يبدل حرف مكان حرف أو يغير حركة إعرابية، مش يتغير معنى كلام المولى تبارك وتعالى؟ التغيير. طب اللي يجي بعد كده اللي إيه؟ قصر في المد، اختلس في الغنن، هل هذا يستوي بمن أبدل حرف؟ لا يستوي، لا يستوي. المهم إن إحنا إيه؟ يعني ما نعيش حياتنا كلها عمالين الحروف والمخارج والصفات ومش عارف ايه. يا عم تدبر آية، يعني دايما حتى انا بدرس تجويد اقول يا اخوانا خلينا نقف مع آية، لان ده تبقى مصيبة سودة كده، عايشين كده اخرنا عمالين في نحت الحروف وفي ده، عايزين نتدبر الايه، نتدبر القرآن، نعيش مع آية معنى الكلام اللي احنا الايه اللي احنا اساسا الهدف الغاية الغاية. نعم، يقول: تتوفاهم، والتانية ايه؟ كشرككم وتتوفى فتنة، عشان كمالة البيت اللي هي ايه؟ واتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ايه؟ ظلموا منكم خاصة. ادي مقصد الايه الشيخ، يقول راعي الشدة الموجودة بالكافي والتاء زي موضع كذا وزي موضع كذا، شاء مثال
مثال الشدة دي الحرفين دول الكاف والتاء شديدها لفظ أجد قطن بكت، وده بيسموه حرف إيه؟ حرف شديد مهموس، مش كده ولا إيه؟ أو اللي بيسموه الحرف انفجاري مهموس فيه إيه؟ فيه همس. الشيخ زكريا الأنصاري خدوا بالكم، احنا هنا الشيخ قال ايه؟ وهو ان تمنع النفس ان يجري. الشيخ زكريا الانصاري قال وراعي شده كائنه بكاف وبتاء بان تمنع الصوت ان يجري. بعدل الشيخ هنا، يبقى هنا ايه كلام الايه الذي يعول عليه كلام الشيخ مين؟ الشيخ الانصاري، علما بان الشيخ خالد هناك قال اللي هو ايه في الشده لزومه حتى منع الصوت أن يجري معه، يبقى هنا اللي هو إيه عدم جريان الإيه جريان الصوت. هو لما أقول إيه أك زي أقول أف، مش كده ولا إيه؟ زي بعض. أك الحرف إيه لازم مكانه. طب أف ها أش أوب ها ها في اي الاحرف اللي هي ايه؟ طيب ما هو ماشي. طيب هو ال 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 ما هو اذ اذ اصل هو. طب احنا في فرق بين جريان النفس وجريان الصوت. ما هو ايه جريان الصوت اللي هو ان يجري الصوت؟ احنا عندنا ايه مهموسها فحثه شخص سكت، يبقى ايه جريان النفس. طب شديدها لفظ اجد قط بكت اللي هو عدم جريان الايه عدم جريان الصوت، يبقى هنا عدم جريان الايه النفس، هنا عدم جريان الايه جريان الصوت، يعني استمرارية الصوت. فلما نيجي نقول ايه انت بتدي مثال للايه للذال الذن. طيب الاول هو ايه مهموس ولا شديد؟ مهموسها فحثه شخص سكت، يبقى حرف ايه جهري. طب تعالى بقى هو ايه شديدها لفظ اجد قط بكت وبين رخو والشديد لن عمر، شديد ولا رخوي؟ طب الرخاوة جريان الايه جريان الصوت، الرخاوة جريان الايه جريان الصوت. اذ بس ما جريش الايه لم يجري النفس، انما ان عندي ايه اف جري النفس، مش كده ولا ايه؟ طب جري النفس وجري ايه كمان؟ اف الفاء دي حالته ايه مهموس طيب ورخوي ولا شديد؟ رخوي رخوي، يبقى جرى معاه النفس وجرى معاه الايه وجرى معه الايه الصوت. وبعدين ان انتوا بتوع اللغه ربنا ده انتوا اللي قاعدين كده ايه لابدين في الدره لابدين في الدره للايه للقراءات واهل القراءات، هي دي حقيقه هي صنعه اهل الايه المخارج والصفات وهمزات الوصل الكلمات دي كلها. ولذلك المقدمة الجزرية غالبها خاص بعلم الايه بعلم اللغة غالبها، الا احكام النون الساكنة والتنوين، وعلما كمان احكام النون الساكنة والتنوين، ودي برضو شغلة الايه شغلة ائمة اللغة. الشيخ الانصاري قال وراعي شدة شدة اللي هي الشدة كائنة بكاف وبتاء بأن تمنع الصوت أن يجري معهما مع إثباتهما في محلهما في محلهما كشرك أك أي بشرككم كيكم كيكم خلاص. يقول مثال للكاف وتتوفى من قوله تعالى تتوفاهم، وفتنة من قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن، مثال للتاء، وقس على الشدة الجهر والهمس
والرخاوة والقلقلة وغيرها مما مر. قال لك يعني مش المسألة تقف على دولة بقى، انت هتتكلم يبقى اتكلم في كل الايه، في كل ما سبق من صفات، فيراعى في كل حرف صفته التي مر بيانها، ثم ما يجب إدغامه وما يمتنع. يقول في الآتي، احنا خدنا الأول قلنا كلام الإمام مكي، كلام الإمام مكي يعتبر لخص كل هذه الايه، هذه الأشياء، إن هذه الأحرف حتى لها طباع، منها الايه، منها المتجانس ومنها المتنافر والمتباعد يعني، ومنها اللي هو الايه الرقيق، ومنها القوي، ومنها كذا. قال الشيخ: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن. وأبن دي كلام حيجي للبيت اللي جاي، ننتبه إذا كنا بنغرق أقواس. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن، يعني أبن حيبقى كلام للي جاي، يعني اظهر اللي سيأتي في البيت الايه الآتي. احنا خدنا الايه المتماثلين والمتجانسين وأطلنا فيه الكلام وإحنا بنشرح الإيه التحفة، يعني فيه المتماثلين في كلمة واحدة يدرككم، مش متماثلين الكف مع الكف، ها، وبشرككم بشرككم، ها، وفيه إيه يوجهه ده بكلمة واحدة يعني، وفيه إيه مناسككم وسلككم. وبالمناسبة لا يدغم من المثلين في كلمة واحدة إلا الكلمتين دول اللي هي مناسككم وما سلككم، بس أي حاجة تانية بشرككم من كل الكلمات التانية لا يدغم. الرواية، الرواية هكذا لا يدغم السوسي، السوسي عن أبي عمرو أو في قراءة أبي عمرو بتمامه لا يدغم إلا مناسككم ما سلككم في سورة البقرة، وهناك في سورة الإيه، في سورة المدثر، مش كده ولا إيه؟ طيب عندنا من الإيه، من الـ المتماثلين في كلمتين من نبي، ده نسميه مثلين إيه، مثلين صغير، من نبي، من نبي، أي مثلين أو متجانسين، أي مثلين أو متجانسين يأتي الأول منهما ساكن والثاني متحرك بلا خلاف عند الأئمة، يضغم الأول في الثاني. دال ودال، باء وباء، نون ونون، ميم وميم، ها، كله يضغم، ها، اضرب بعصاك، ما قلناش إيه اضرب بعصاك، قد دخلوا بالكفر، ما قلناش ايه قد دخلوا بالكفر، حتى وان كان، حتى وان كان في كلمة واحدة، حتى وان كان في كلمة واحدة. ولا يأتي هذا الا ايه الـ زي ما اقصد في كلمتين منه في كلمتين، زي ايه، الف لام ميم، معنى عندي مثلين هنا لام ميم، عندي ايه ميم اللام، ما انت ارسم ما يخرج من فمي، صور كده لما اقول ايه لام مكونة من كم حرف، من ثلاثة احرف، اخرها ميم ساكنة، طب هبدأ بالتانية اقول ايه ميم، ميم متحركة، اول الميم ميم متحركة، فإن شئت فقل على هذا مثلين، ما ينفعش نقول عليها مثلين، إدغام مثلين صغير اللي هو إيه لام ميم، إدغام إيه مثلين صغير. ولذلك اللي بيزود، بيزود المد في هذه الكلمة، الكلمة دي بتزيد اللام بكام، معانا تونسية اللام بكام؟ بستة. طب والميم بكام؟ طب ما احنا بنزود عن كده، بنزود الايه؟ غنة الايه؟ غنة، الله يفتح عليك، غنة الميم المشددة، ألف لام
شوف اي حركتين ايه ايه وغن ميما ثم نونا شدد وسمي كلا حرف غنة بدا. يبقى عندنا احنا اخذنا قبل ذلك الايه المثلين من نبي هم مبصرون، ادي مثلين اهو، ادغام مثلين في كلمتين من كلمتين سبق اللي احنا قلنا يوجهه ويدرككم في كلمة ايه في كلمة واحدة. وبعدين انا جبت لك المثال في كلمة واحدة اللي هي وان كان في الرسم شكلها كلمة واحدة انما هم اتنين لام وبعدين ميم، بس ايه انا بقول لك ايه ممكن تلاقي الايه المثلين الصغير او موجود في ايه في كلمة واحدة، لان في اشياء توهم ان ايه ان هي كلها كلمة واحدة، زي واحد يجي يقول لك ايه يا ايها الذين امنوا ويتخيلوا انه مد ايه متصل، لا ده هو منفصل يا وبعدين ايه ايها يا ادم، ما هو ادم دي مرسومة يا ادم مرسومة ايه رسم واحد في كلمة واحدة يا ايها كذلك. فبعض الكلمات شكلها ايه متصلة رسما ومنفصلة ايه حكما، بنسميها تتسميها كده انت ايه سميها كده هذا متصل في الرسم انما منفصل في الايه في الحكم. ها هم مبصرون واذكر ربك، مثلين صغير ولا مش مثلين صغير؟ واذكر ربك، الاول ساكن والثاني متحرك، ادغم الايه الاول في الثاني، يبقى دي ايه ادي الصغير اهو، الاول ساكن والثاني متحرك. طيب الكتاب بالحق، مش ده مثلين وده ايه مثلين بسميه مثلين ايه كبير، الاول متحرك والثاني متحرك، انت مالكش فيه ادغام، انما يجي بقى ايه من ادغم من القراء يقول ايه الكتاب بالحق. ها نحن نحيي، نحن نحيي مثلين اهو بس ايه مثلين ايه كبير، برضو يجي هناك عند الايه ابو عمرو يقول لك ايه نحن نحيي، حتى وان كان فيه الايه في صعوبه في النطق عشان خاطر الايه الساكن، عشان خاطر الايه الساكن. شهر رمضان اهو زي برضو نحن نحيي، شهر رمضان هيبقى فيه ايه صعوبه في الايه في النطق، يبقى ده ايه المثلين يجي منه في كلمة واحدة. أصل الشيخ بيقول إيه وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقر ربي كقر ربي وبلى وبلى، بس وقف عندنا قر ربي ده نسميه إيه مثلين ولا متجانسين؟ الله يفتح عليك، متجانسين على رأي من قال على قول من قال، وهيجي الكلام ده من قال ان الايه الراء واللام والايه والنون من مخرج واحد، لو حكمنا عليها انها من مخرج واحد تبقى متجانسة، اللي يجي منها الاول ساكن يدغم خلاص، ومتقاربين على قول من لم يقل بهذا، لان احنا خدنا قبل كده ايه الخلاف في مخارج الحروف كم خلاف، منهم من قال 14 ومنهم من قال كام 16 ومنهم من قال 17، اللي قال 14 عمل ايه اختزل اللام والنون والايه والراء خلاها مخرج واحد، يبقى ايه 3 في 1 يبقى نزل من ال 17 نزل من لا 3 في 1 نزلها كده بقت كام بقت 15 وشال الجوف يبقى كده بقى 14، لغى الجوف مخرج الجوف اللي هي حروف المد الثلاثة وجاب الايه واختزل الايه الثلاثة في واحد بقى 14. طب اللي عد 16 اصل ما عندناش حد عد 15، ما حدش من الائمة، عندنا سيبويه والفراء والفراهيدي مش كده، يبقى الفراء اللي هو شال الايه اللام والراء والنون خلاها مخرج خلاص. فهي المسألة كلما قرب الحرف من الآخر بقى سهل إنه إيه يضغم فيه كل ما يقترب منه، إنما كلما تباعد، ولذلك العلماء فاكرين إحنا سماها إيه
المتقاربين المثلين والمتجانسين والايه والمتقاربين والمتباعدين. تباعد لما اقول ايه ان يا نهار ابيض ده في ساكن في ايه في شبرا الخيمه شمال القاهره وده ساكن في السيده عائشه جنوب الايه جنوب القاهره. يعني ايه التباعد؟ تباعد الحرفين. التقارب يعني نقدر نقول زي ان، طب مثلا نقرب شويه زي ام. كلما قرب الحرف من الحرف سهل الايه سهل الادغام. طب نيجي بقى للايه للتجانس. من التجانس كل حرفين اتفقا في المخرج فهما متجانسا، سواء كان كبير ولا كان ايه ولا كان صغير. لفظة ايه لئن بسوت اهدن سميها من باب الايه التجانس، متجانس الطاء مع التاء أت متجانسين. ها طب لما نقول ايه لا مثلا الدال مع التاء فما حصدتم، الدال مع التاء فما حصدتم إيه؟ الايه دي كده صح ولا ايه؟ فذروه ايه حصدتم. طب احنا قلنا ايه حصدتم، ما قلناش حصدتم، قلنا ايه حصدتم. ما هما متجانسين اهو متجانسين. ادأت اتفق في المخرج واختلف في الايه في الصفات، بس الاول منهما ايه منهما ساكن. طيب وان اردتم، وان اردتم ما هو دال مع التاء يبقى من باب الايه من باب المتجانسين. طيب ود الطائفة، هناك احنا خدنا الايه الطاء مع التاء والدال مع التاء في موضعين. طيب ود الطائفة يبقى هنا الايه التاء مع الايه مع الطاء. أد دي متجانسة. طيب يلهث ذلك، يلهث ذلك اللي في سورة الايه فمثله كايه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك، يلهث ذلك. هو ده ايه ادغام ولا انت بتقرأ بالادغام ولا ايه؟ ما هو يلهث ذلك ما انت لا هناك من يقرأ بالادغام وهناك من يقرأ ايه بالاظهار. ويلهث بذلك سلموا اللي هو مين؟ السين لمين في الرموز؟ السين مش مستعمله كتير في الشاطبيه فعشان كده الكل ايه غائب عنها. يعني انا اقصد ان يلهث ذلك هذول متجانسين، حرفين متجانسين خلاص في التج نعم ايوه اللي فيه الكسائي ايوه ما هو اللي هو ايه الراوي اللي هو ايه ابو الحارث رست رست. طيب لما نيجي الكبير الصالحات طوبة ده متجانسين متجانسين بس متجانسين ايه متجانسين كبير بيجي يقرأ بيدغمها يا ابو عمرو يقرأ الصالحات طوبة. طيب واصبر لحكمي، ها هنيجي نقول على رأي الفراء تبقى من قبيل الايه من قبيل التجانس مش كده ولا ايه؟ على رأي الفراء عند الفراء ألا أرأن من مخرج ايه من مخرج واحد. وعندنا برضو ايه من يقرأ بايه واصبر لحكمي، واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك. يبقى ده ايه التجانس. الشيخ قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن. لاحظ معايا ذكر المثل يعني المثلين وبعدين جنس وبعدين رجع قال ايه أدغم كقل ربي وبلى، مفيش هنا الايه
اللف والنشر اللي موجود ايه وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى. شرككم هترجع للكاف مش كده ولا ايه؟ وتتوفى ترجع للايه دي. انما هنا فيه ايه؟ فيه في اللف والنشر فيه ايه؟ فيه تشويش كما قال الايه العلماء. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور قلبي بالذكر يحيا.